لعبها بلاك احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة هدف. نسعد في متابعتكم، طلباتكم، نسعد أن نبحث عن الأهداف الجميلة، ذكريات الجميلة في عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية، مشاركاتنا على جميع المستويات، حقب مختلفة، السبعينات، الثمانينات، التسعينات، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. كل حقبة كانت تحمل ذكرى جميلة، وربما تكون أيضا ذكرى مؤلمة، كون نتائج لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الأهداف تدون، والناس مثل ما يقولون نبي نشوف الأقوال، وعلى قولة الإخوان الكثير نبي الكرة أقوال، وإحنا نقول دائما الكرة أقوال. دعونا نبدأ المشوار بعد الفاصل. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا. في 27/10/2002 ببطولة المغفور له بإذن الله تعالى محمد المحسن الخرافي، القادسية والعربي، ولما القادسية والعربي معناها الأمور طيبة، الجمهور والحضور المتابعين المشاهدة نسبة عالية تكون دائما مباريات العربي والقادسية. لمن الفوز سيكون لرشيد عمران، تعرفون رشيد عمران كان يلعب مع منو؟ نشوفه بعد الهدف. شوت، تضرب، ترجع مره ثانيه خالد عبد القدوس، حاول يمر خالد عبد القدوس، كره معاه، حاول، مقطوعه من خالد عبد القدوس، اخرها شويه، انتقلت للقادسيه، سيدو تراوري، هاني الصقر، رشيد عمران الى بلوشي، ينطلق بلوشي، يسدد ويشيلها وبعدها جول يمحو فيه كل سيئاته رشيد عمران، في كرة مرتدة من حارس مرمى العربي، فلاح دبشة، هدف قاتل جدا في الدقيقة 44، في مرمى العربي. برافو، يصلح كل الشيء اللي كان عنده، قلنا ما هو باين وما هو بارز رشيد عمران الجزائري، لكن يبغى اللاعب الكبير اغتنص فرصة. شوف اللعبة الثنائية اللي لعبها البلوشي، الحقيقة قوية لعبها أحمد البلوشي، قوية وصدها فلاح دبشة، وشوف التتابع، وشوف متابعة رشيد من قبل البلوشي، عبد الله ويحطها داخل الماء. في 5/10/2002 في بطولة المغفور له بإذن الله تعالى محمد المحسن الخرافي، الفيحيل والتضامن. والتضامن كما تعرفون كان فريق في تلك الحقبة، يعني في آخر فترة، كان فريق مميز أيضا، وكان معاهم رحمة الله عليه ناصر عامر السوحي، من اللاعبين المميزين الفنانين، اللاعب يعني مت ناظريك كان الله يرحمه، ودائما في كل مباراة لناصر السوحي الله يرحمه هدف. دعونا نشاهد ماذا فعل أبناء الفروانية. الكرة عند عدنان صلبوخ، تلعب تمريرة حلوة من عدنان، وأيضا كنترول جيد من اللاعب محمد،
سالم وتلعب الكرة إلى حسين، ممكن حسن سلمان خلص الهدف الأول ولكن تأخر فيه حسن. تأخر مرة ثانية مع التضامن ناصر، حلوة يا ناصر بحرفنا ناصر السوحي يسجل الهدف الأول للتضامن في الدقيقة 17. حلوة يا ناصر بخبرته حقيقة، أنا قاعد أقول ناصر السوحي أيضا تمتع بخبرة في هجوم التضامن، يحصل على كرة من حسن سلمان وبهدوء. شوف حسن سلمان رشيدي ما تأنى بالكرة يمررها إلى ناصر السوحي الخالي من الرقابة، يمر ناصر من أول ومن الثاني ومن الحارس وبهدوء. حلوة ناصر، هدف جميل من ناصر السوحي، تضامن واحد في حل لا شيء. في 27/10/2002 في بطولة المحمد عبد المحسن الخرافي كاظمة والنصر، وكاظمة تذكرون فترات برز معاهم لاعب قال لأحمد المطيري، أحمد المطيري ما شاء الله عليه تبارك الرحمن لعيب، وكان ثامر الهاجري أيضا، ثامر جابر الهاجري كان لاعب مميز أيضا مع نادي كاظمة من المواهب الجميلة كانت في عالم كرة القدم، وكان الفوز لكاظمة، دعونا نشاهد هذا في المباراة. خط وسط النصر حتى هذه اللحظة غير قادر على إيقاف كاظمة أو تقدم وسط كاظمة، وكرة مع الهدهود أقصى اليسار، كاظمة بأسلوب المعتاد معروف لعصام سكين، عصام كلها متبادلة وداخل 18 وتوقع خطرة، وبالفعل جول الأول، الجول الأول لكاظمة من كرة مرسومة ومتبادلة ومن خبرة كبيرة أيضا عن طريق طبعا عصام سكين اللي مررها لفوزي الماص. فوزي الماص هو صاحب أحمد المطيري هو صاحب الهدف الأول، وبالتالي طبعا أحمد المطيري بمتابعة جيدة وتفاهم واضح ومن خبرة جيدة أيضا، أحمد المطيري سبق لأن كان أحد لاعبي منتخبنا الوطني في السابق. أحمد المطيري هو صاحب هدف السابق، وطبعا لاحظ التفاهم الكبير بين أحمد المطيري واعتمد على نفسه ووثق في نفسه وسددها طبعا وعلى يمين حارس المرمى، فرصة إنما الفضلي، فرصة حلوة راحت على النصر، وهذا الهدف هدف أحمد المطيري. أحمد المطيري وأيضا البرازيلي مارسيو نشوفه بدأ ينزل يعطي فرصة للكاميروني في تولي مهمة الهجوم، والكرة مع البرازيلي مارسيو يلعبها بشكل سليم وحلو، وفرصة وجول الثاني، والجول الثاني من ثامر الهاجري، والجول الثاني من ثامر، يقول هذا المقول بالفعل انت اللي قولت يا ثامر، وقبل شوي يمكن نويت عن شيء جديد في هذا اللقاء، قلنا ان ثامر الهاجري يميل لطبعا صنع المهام الهجومية، وبالفعل تغيير سليم وجيد من قبل كازاميرو، وثامر الهاجري من كرة حلوة مرسلة عن طريق البرازيلي مارسيو، بالفعل كانت كرة برازيلية في ظل تقاعس دفاع النصر، والنصر يتحمل دفاع النصر يتحمل مسؤولية هذا الهدف في ظل طبعا غياب المراقبة على ثامر الهاجري، ومثل ما احنا شايفين، وهذا ايضا التغيير ايضا اخر، ومثل ما احنا شايفين في الإعادة والكرة الحلوة البرازيلية، وايضا لحظة حسن التصرف وطبعا ارسال الكرة على يمين حارس مرمى النصر طارق سالم. جاسم يلعب، جاسم يلعب، حبيتنا في كل مكان. وصلنا معاكم نهاية برنامج الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في الأهداف الجميلة اللي شاهدتوها في حلقة اليوم، أيضا في حلقات القادمة إن شاء الله نسعى دائما لتقديم أهداف مميزة في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية الخليجية، نسعى دائما برأيكم وجهات نظركم حتى انتقاداتكم، احنا نتقبل دائما وجهات النظر لأن هذا البرنامج منكم وإليكم. باكر نشوفكم على خير، مع السلامة. We'll be right back.
Ooh!